السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة هو معادلة الخط المستقيم بمعلومية ميلو وطول الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب تعال نشوف كده. هو انا هاخد معادلة الخط المستقيم وبعدين هدور على طول الجزء المقطوع من محور الصادات. طب لو انا عندي الرسم بتاعي اللي هو المستوى الاحداثي وعندي خط مستقيم طول الجزء المقطوع من محور الصادات، قال لي انا هاجي عند محور الصادات واخد من عند نقطة الصفر لحد الخط المستقيم اللي بيقطع محور الصادات، وعندي هنا زي ما احنا شايفين اللي هو بيمثل لي 2 وحدة طول. لو انا خدتها من عند الصفر لحد الاتنين هتبقى بتمثل 2 وحدة طول، هو ده طول الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب لو احنا حبينا نيجي كده نكتب معادلة الخط المستقيم، فبنقول ان في صورة عامة علشان نكتب فيها معادلة الخط المستقيم ديت، او صورة اكتر شهرة اللي هي ص تساوي ميم س زائد ج. طيب ميم اللي هي بتمثل الميل وج هي طول الجزء المقطوع من محور الايه الصادات، يعني معنى كده ان الصورة الاشهر اللي احنا بنستخدمها على طول هي ص تساوي ميم س زائد ج. قلنا الميم زي ما اتفقنا هي ميل الايه الخط المستقيم، ميل الخط المستقيم او ميل المستقيم. ج اللي هو طول الجزء المقطوع من محور الصادات، هو طول الجزء المقطوع من محور الصادات. طب بالنسبه لصاد وبالنسبه لسين، قال لي دي الاحداثيات السين والصاد، يبقى انا عندي كده الاحداثيات بتاعت السين والصاد اللي هي بنرمز لها بسين وصاد، وميم هو ميل المستقيم، وجيم هو طول الجزء المقطوع من محور الصادات. طب في صور تانية اقدر اكتب بيها المعادلة بتاعت الخط المستقيم؟ اه طبعا عندي صورة تانية، بس هي الصورة الاشهر استخداما والصورة المعروفة واكثر انتشارا هي الصورة اللي موجودة قدامنا دي. طب ممكن اكتبها في صورة ايه كمان؟ قال لي ممكن تيجي الصورة بتاعتي اللي هي الف، لو انا هكتبها بقى كلها في جنب واحد واسويها بالصفر هتبقى الف س زائد ب ص زائد ج تساوي صفر. طيب لو انا عايزه اخلي الصاد في جزء والبقيه المعادله بتاعتي في جزء تاني يبقى هوديها الناحيه التانيه، يبقى ب ص تساوي الف س هتروح الناحيه التانيه بسالب الف س، وزائد ج هتروح الناحية التانية بناقص ج، يبقى ب ص تساوي سالب أ س ناقص ج. طب لو أنا عايزة ص تبقى لوحدها زي الصورة العامة الأصلية بتاعتي، يبقى أنا عندي ص هتساوي، لو أنا عايزة ص لوحدها يبقى أنا عايزة أشيل ال ب ديت، يعني هوديها الناحية التانية بالقسمة وأقسم جميع الأطراف على ب، يبقى ص هتساوي سالب أ على ب س ناقص ج على ب ناقص ج على ب. يبقى احنا كده حطيناها في صورة ان ص تبقى لوحدها. طيب يبقى انا عندي الميل هنا هيبقى ايه؟ سالب معامل س على معامل ص اللي هو سالب أ على ب، وج هتبقى طول الجزء المقطوع من محور الصادات، ج هتبقى طول الجزء المقطوع من محور الصادات. طيب هنا بيقول لي اوجد ميل المستقيم 2 س زائد 5 ص ناقص 3 تساوي صفر، بس عايزها بطريقتين وعايزني اجيب طول الجزء المقطوع من محور الصادات. اول طريقة انا عندي المعادلة زي ما احنا شايفين اهوت 2 س زائد 5 ص ناقص 3 تساوي صفر، فانا عندي على طول الميل هيساوي سالب أ على ب، يعني سالب 2 اللي هو معامل س على ب اللي هو معامل ص، يعني سالب 2 على 5 يبقى ده الميل. الطريقة التانية هحط المعادلة قدامي 5 ص تساوي سالب 2 س زائد 3، يعني خليت الص في طرف وخليت بقية المعادلة في الطرف التاني، وبعد كده انا عايزة اتخلص من الخمسة يبقى هقسم على الخمسة، يبقى انا عندي ص تساوي سالب 2 على 5 س زائد 3 على 5، يبقى الميل بتاعي اللي هو سالب 2 على 5 وطول الجزء المقطوع من محور الصادات اللي هو 3 على 5. يبقى انا بالطريقة التانية قدرت اجيب الميل وايه واجيب كمان طول الجزء المقطوع من محور الصادات. عندي المسألة التانية بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة 1 و2 وعمودي على المستقيم المار بالنقطتين أ ب2 وسالب 3 وب ب5 وسالب 4. طيب يبقى أنا هاخد الأول المستقيم المار بالنقطتين أ وب، والمستقيم ده عمودي، يعني أقدر إن أنا أجيب الميل الأول، الميل بتاع المستقيم العمودي، يبقى أنا هجيب الميل بتاع المستقيم العمودي وبعدين أجيب الجزء المقطوع من محور الصادات. هجيب الميل إزاي؟ قال لي هنبتدي ناخد النقطتين أ و ب واجيب عن طريقهم الميل، هيبقى ازاي بقى؟
قال لي انا عندي الميل بتاع المستقيم العمودي هيبقى بيساوي فرق السينات على فرق الصادات على فرق السينات، فرق الصادات على فرق السينات، يعني عندي سالب 4 ناقص سالب 3، يعني سالب 4 زائد سالب 3 زائد 3 على 5 ناقص 2. يبقى انا دلوقتي هبتدي ان انا اجيب فرق السينات فرق الصادات على فرق السينات اللي هي سالب 4 زائد 3 على 5 ناقص 2 هتساوي سالب 3. طب انا عايزه المستقيم بتاعي، ميل المستقيم بتاعي اصلا اللي بيمر بالنقطه، طيب ميل المستقيم مش هما المستقيمين متعمدين، يبقى ميل المستقيم دوت هيكون هنجيب الميل بتاع المستقيم العمودي واقلبه واغير الاشاره، يعني هو سالب 3 هغير الاشاره تبقى بالموجب واقلبه يبقى 3 على الواحد يعني 3، يبقى ميل المستقيم هيساوي 3. يبقى انا اول حاجه جبت ميل المستقيم العمودي عليه، وبعدين جبت ميل المستقيم الاصلي اللي انا عايزه اجيب الميل بتاعه وطول الجزء المقطوع من محور الصادات خلاص، وابتدي ان انا اعوض في المعادله بتاعتي عشان اعرف ان انا اجيب الايه، اجيب قيمه ج. طيب هنعمل ايه عشان نجيب قيمه ج اللي هو طول الجزء المقطوع من محور الصادات؟ قال لي الاول لازم اكتب المعادله بتاعتي اللي هي بتقول ايه المعادله بتاعتي، او الصوره العامه او الاكثر شهره اللي احنا بنشتغل عليها. قال لي الصوره الاكثر شهره اللي احنا بنشتغل عليها هي عباره عن ايه؟ قال لي هي عباره عن ص تساوي م س زائد ج. طيب انت احنا جبنا الميل ولا ما جبناش الميل؟ جبنا الميل. الميل بتاعي بكام؟ قال لي الميل بتاعي ب 3. طيب الصاد بتاعتي او الصاد الجيم بتاعتي ايه؟ قال لي الجيم بتاعتي انا مش عارفاها، يبقى انا هكتب الصوره العامه بتاعتي وابتدي ان انا اعوض فيها بالميل، وابتدي ان انا ايه احط الايه اعوض عن النقطه بتاعتي. يبقى هقول صاد تساوي 3 س زائد ج، والمستقيم قلنا مر بالنقطه 1 و2، يعني معناها ان انا عندي الاحداث السيني ب1 والاحداث الصادي ب2، يعني صادها هتبقى 2 تساوي 3 في 1 زائد ج. طيب يبقى 3 في 1 ب 3، هودي ال 3 دي الناحيه الثانيه، يبقى ج هتساوي 2 ناقص 3، يبقى ج هتساوي سالب 1، يبقى ده طول الجزء المقطوع من محور الصادات. يبقى انا عندي شكل المعادله بتاعتي هتبقى عامله ازاي؟ ص تساوي 3 س ناقص 1، ودي الصوره العامه للمعادله. يبقى انا قدرت ان انا اوجد طول اوجد معادلة الخط المستقيم اللي مر بالنقطة 1 و2، وفي نفس الوقت عمودي على مستقيم تاني بيمر بنقطتين اللي هما ألف و ب. جبت الأول الميل، وبعد كده ابتديت إن أنا أستخدم الميل بتاعي إن أنا أجيب ميل المستقيم العمودي ده، جبته وجبت بعد كده المستقيم اللي أنا عايزاه اللي مر بالنقطة، قلبت الميل وغيرت الإشارة فبقت 3 الميل، وحطيتها في الصورة العامة للمعادلة أو الصورة الأكثر شهرة للمعادلة، وابتديت إن أعوض من النقطة اللي هو عندي اللي هي بتحقق المعادلة عن ص وعن س، وعرفت إن أنا أحط المعادلة بتاعتي وأجيب الطول بتاع ج. وكده انتهينا.